فرنسية ضحى رابعة ابتدائيك اكتيفيتي دو لونغ انشطة اللغة ياك نشوفو كونجيغيزون يعني الصرف لا كونجيغيزون هو الصرف ياك لو فيتور سامبل من ضمن الأزمنة اللي تتصرف فيها الأفعال ياك كاين بحال البريزون اللي هو الحاضر ياك كاين لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي وكاين لو فيتور ياك لو فيتور سامبل اللي هو شنو هو الفيتور سامبل فيتور سامبل شنو فيتور سامبل هو المستقبل ملي غنصرفوا شي فعل في الفيتور سامبل يعني هذاك الفعل راه ما باقي الله غيوقع من في المستقبل يعني راه ما وقعش يعني ما واقع لا في الحاضر ولا في الماضي يعني غيوقع فين في المستقبل بحال دابا لينا فريد مثلا غنصرفوا فعل اخذ ياك اخذ الى صرفناه في المستقبل فهذا تعني بانني ساقول ساخذ ياك واش انا خديت شي حاجه لا المستقبل المستقبل عاد غيوقع داك الفعل عاد غيتم داك الفعل ديال اخذ فهمتي مثلا كتب ساكتب ستكتب سيكتب سنكتب الى اخره هذا تعني بان فعل كتب لم يتم تحقيقه يعني هذا الفعل كفعل يعني مازال ما تحقق امتى غيتحقق في المستقبل ياك اذا شي تسمى هذا في المستقبل شي تسمى المستقبل سامبل فيتير سامبل ماشي سامبل فيتير سامبل ياك اذا دابا غنتكلموا على الفيتير سامبل دي فيرب دي دوزيام جروب غنشوفوا الصرف ديال الافعال المجموعه الثانيه دوزيام جروب ياك فالفيتير سامبل كما تتعرفي كنا تكلمنا من قبل على ان الافعال انواع ياك كاين الافعال فعل في الاخر ديالو او ار هذا شنو هو بروميي جروب ياك وكاين افعال اخرين شنو عندها اي ار ياك هادو دوزيام جروب والباقيه كلهم تروازيام جروب ياك طبيعة الحال مع بعض الحالات يعني بعض الاستثناءات لا في هاد الاولين ولا في التانيين فهمتي كاين بعض الافعال اللي عندهم او ار في الاخر ولكن قلال ولكن تيدخلوا في الرتبه الثالثه تيدخلوا في الجروب الثالث وكاين واحد الافعال اخرين تما عندهم اي ار ياك ولكن تاهما تيدخلوا في المرتبه تيدخلوا تاهما في المجموعه الثالثه ولكن قليل ولكن بصفه عامه الافعال اللي عندهم او ار تيتسمى هادو اسهل هادو ما ساهلين في الصرف هادو برومي جروب ياك بحال مونجي بحال بارلي بحال ياك عندهم او ار على فا كاين الافعال اللي عندهم اي ار بحالاش بحال هادو اللي غنشوفو دابا عندهم بزاف اي ار ياك هادوك دوزيام جروب خاص تكون عندهم دوزيام خاص تكون عندهم اي ار ياك وخاص يكون واحد الشرط اخر حنا غنشوفوه الى لقينا هاد الشرط الثاني تنقولوا حنا تنشوفوا في الفعل هو عنده اي ار ولكن تيبقى لنا الشرط الثاني الشرط الاول كاين الى هاد الفعل اللي عنده اي ار حقق لنا هاد الشرط الثاني تنسميوه راه دوزيام جروب الا ما حققش لنا الشرط الثاني تنقولوا راه تروازيام جروب واخا عندو اي ار فهمتي بالنسبه لهاد البرومي جروب برومي جروب راه كنا شفنا امثله بحالاش بحال لو فيرب الي بحال لو فيرب الي ياك هذا عندو اي ار ولكن انت الله غتبغى يلا تبدا تصرف فيه تقول تقول جوفي فهمتي يلا تبدا تصرف تلقى جوفي تي فا الفا اذا واش كاين شي الي اش الي كاين شي علاقه بين الي وبين جوفي ها فهمتي اذا كاين فرق كبير
هاد الحروف اللي كاينين في هاد جوفي ماشي ما كاينش في الي، هذا في ا دو زيل او ار، يعني نورمالمون في الفعل اللي عنده او ار في البرومي غرو خاصنا نحيدو غير هذه ونزيدو لي تيرمينيزون. بحالاش؟ بحال مونجي، بحال دابا تنقولو جو ها مونجي، ها هو تنخليه كما هو مونجي، تنحيدو غير او ار وتنزيدوها ا، هي جو مونج ياك، هما الحروف باقين هما هما. ولكن في الفيرب الي تنقولو جوفي، يعني تيتقلبو بالمرة، إذن هذا ماشي بروميير جروب واخا عندو او ار، فهمتي؟ هذا غير مثال يعني ديال الأفعال اللي تنتميو للمجموعة الأولى. دابا المجموعة الثانية هي اللي غنشوفو دابا، يعني خاص تكون فيها اي ار، ولكن زيادة على اي ار خاصها تعطينا واحد الشرط تاني، خاص تحقق لنا واحد الشرط تاني. إذا نشوفو أولا التكست، هنا عندنا جو فينيغي لو فيرب، سي لو فيرب جو فينيغ، إيوا ولكن الفيرب شناهو؟ راه جو راه درنا جو غنصرفوه، أنا راه مصرفت، ولكن إلا بغينا نلقاو الأصل ديالو، الأصل ديالو شناهو؟ فينيغ. فينيغ شناهو فينيغ؟ فينيغ شنو نقصدو به؟ فينيغ تنقصدو بها أنهى، فهمتي؟ جي فيني مون طرافاي، يعني انني انهيت عملي، اذا فيني هي اكمل او انهى، ياك؟ جو فيني غي ما سوب، يعني سانهي، سوف انهي، هذا راه في الفيتير سامبل، يعني هذا فينيغ الى رديتي البال، ياك؟ الى رديتي البال فيني شنو؟ فينيغ، ياك؟ اش عدو في الاخر؟ عدو او ار اي ار اي ار، اذا شناهو هو؟ لاش تنتمي؟ اي ار تنتمي لا فيتيو سامبل، لا لاش تنتمي هو؟ اش من مجموعة تنتمي هاد الفيرب هذا اللي عدو اي ار؟ فيني، تعرفوا بان الافعال اللي عندهم او ار هما المجموعة الاولى رومي جروب، ياك؟ واللي عندهم اي ار اش من مجموعة؟ تاني، مجموعة التانية، ياك؟ ولكن خاصو يحقق لنا الشرط التاني، هو اللي غنشوفو دابا. حنا من شحال هادي كنا تنتكلمو على اي ار على انه فعل تنتمي للمجموعة التانية، ياك؟ ولكن دابا ملي وصلتو ليها خاصنا ندقو فيها، ياك؟ اذا جو فينيغي، هذا الفيرب فينيغ عندو اي ار على فاه، ياك؟ اذا هذا تنتمي للمجموعة التانية، ياك؟ الى حدود نشوفوا الشرط الثاني. جو فينيغي يعني سوف انهي، انا سوف انهي مسوب، مسوب شنو هي؟ الحساء، هي الحساء، يعني سوف انهي الحساء ديالي، ياك؟ حسائي، ها جو جو غيف لي شيغي، جو غيف لي شيغي، اش من فيرب هذا؟ جو غيف غيف لي شيغ، ها سي الفيرب غيف لي شيغ، شنو هو غيف لي شيغ؟ شنو المقصود به؟ هو ريفليشيغ، اش تنقصدو بها؟ تنقصدو بها فكر، اذا جو ريفليشيغ يعني سوف افكر، ها جو ريفليشيغ يعني سوف افكر، ياك؟ ولا سافكر، ها توجور توجور، اشنو هي توجور؟ جيد توجور، لا توجور هي دائما، ها افون دو افون دو يعني قبل الكلام، يعني سوف افكر دائما، يعني انني غنبقى نفكر ديما قبل ما نتكلم، فهمتي؟ يعني الانسان ماشي يبقى غير يتكلم بلا ما يفكر، الانسان خاصو يفكر عاد يتكلم. اذا شنو قالوا في الجمله هنا؟ جو ريفليشيغي توجور افون دو بارلي، يعني سوف افكر دائما افون دو بارلي، يعني قبل الكلام. تتشوف هنا الكلام هنا راه فعل، يعني قبل ان اتكلم، ياك؟ ها جو جن جن رو رو غيري، مي تتكون هاد الجي مورا اي ولا او تتقرا الجي، عقلي عليها، جو تتكون مورا اي ولا تقرا تكون مورا او بالخصوص، ياك؟ تتقرا الجي جو رو جيري، اه je ne rougirai pas quand je parle.
à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne rougirai pas. Je ne rougirai pas. J'ai un verbe. C'est le verbe. Rougir. Rougir. J'ai un rouge. Je n'ai rouge. Tu n'as pas de rouge. Rouge. Il أحمر. إذن أنا ما غنحمرش يعني وجهي ما يحمرش عندي je ne rougirai pas quand je parle à quelqu'un que je ne connais pas يعني أن وجهي ما يحمرش أنا ما نحمرش عندما quand je parle عندما أنا أتكلم à quelqu'un يعني أتكلم لشخص à quelqu'un هي شخص عندي لأحد عندما أتكلم لأحد que je ne connais pas الذي لا أعرفه c'est le verbe connaître هذا هيك إذن أنا لن أحمر عندما أتكلم لشخص لا أعرفه فهمتوا ولا المعنى ديالها je ne rougirai pas c'est le verbe rougir إذن أش عدو هذا rougir في الآخر أش عدو أو إير ولا شنو rougir أش من فرق أش من أش عدو في الآخر أ إي عندو إي إير rougir عندو إي إير فهمتوا ولا إذن je ne rougirai pas quand je parle à quelqu'un que je ne connais pas. إذن أنا ما نحمرش عندما أتكلم ياك لأحد كلكا كلكا لأحد هي قديمة هذه الكلمة وكنت تكون كلكا عقلي عليها الكلمة هي لأحد ياك هذا تقول كيسكليا كلكا يسي واش كاين شي واحد هنا فهمتي واحد الكونترول كانت يدور في التران و ودق على الطواليط شي واحد تخزن تما ويقول لهم واش كاين شي واحد هنا اسكليا كيلكا هنا سمع الصوت لداخل قال له اليا دو كيلكا كيلكا تنقولوا غير على احد فهمتي يعني جو نو با جو بارل كون جو بارل عندما اتكلم انا اكيلكا لاحد فهمتي كو الذي جو نو كوني با الذي لا اعرفه فهمتي كو جو نو كوني با يعني هناك بعض الاشخاص عندما يتكلمون لشخص ما لا يعرفونه فهم ماذا يقع لهم يعني انهم يخجلون بسبب الخجل ان وجوههم تصبح ان وجوههم تحمر عند الكلام او حتى عندما الاستاذ يطلب من تلميذ الوقوف امام اصدقائه والتكلم امامهم فهو ماذا يقع لك اذا كان له اول مره يتكلم فوجهه يبدا في الاحمرار ياك ولكن الانسان عليه ان يتجاهل هذه الامور ياك خصو يفكر شنو غيقول ياك ويحضر يحضر الفكر ديالو ياك مع داكشي اللي خاصو يقوم به فهمتي بدلا انه التفكير في الاشخاص سيرونني هي مساله غير وهميه فهمتي ما تيشوفوك عادي كما انت تشوف راسك ماشي شي حاجه فهمتي كيما انت تشوف شي واحد اخر كتبان لك عاديه حتى هما تيشوفوك عاديه يعني لا انت ودي تتكلم قدام التلاميذ يعني ما خاصكش تحمر فهمتي ولا لا اذا المهم عندنا لو فيرب فينيغ هذا عندها اي ار وعندنا لو فيرب ريفليشيغ عنده اي ار على فا ياك وعندنا لو فيرب غوجير كي سو تيرمين باغ اي ار على فا ياك على انفينيتيف ياك ولا لا الافعال اللي شفنا هنا شنو هما شفنا فينيغ 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 وكاين ريفليشيغ وكاين كاين غوجير غوجير تتلاحظي بان هاد الافعال الثلاثه المشترك بيناتهم انهم كي بانهم ils se terminent par ir à la fin يعني تنتهيو في الاخر ديالهم ب ir ولكن هنا راه مصرفين بطبيعه الحال ما غتبانش لنا ديك ir فهمتي تتبان لنا انت الا لاحظتي هنا راه خاصنا نحيدوا هاد ا اي ديال الفيتير حيت الا بغينا نصرفوا الفيتير اش نديرو بحال دابا هاد الفعل ديال اللي عندهم ir اش نديرو تنخليو الفعل وتنزيدو غير التيرمينيزون فهمتي ولا لا يعني الفعل تنخليه كما هو على الفينيتيف وتنزيدو عليه تيرمينيزون بحال دابا بحالاش بحال دابا تنقولو هذا هو فينيغ ياك هذا هو فينيغ اشنو تنزيدو ليها اي جو تنديرو جو مع جو تنزيدو اي اه وتي فينيغ فينيغ ياك فينيغ ياك إذن تي فينيغا إل فينيغا نو فينيغون شنو تنديرو تنخليو الفيرب فينيغ
كما هو ياكل لا. إذن نو وكاين عندنا فو فو تنخليو في نغاية شي فينيغ إذا سنزدو لا أوزيد وفي نغاية كاين عندنا إيل ولا إل ياك جوج بحال بحال شنو تنديرو في نغ ياك سنزدو لا أو إن تي شتي ولا لا نو فينيغون إيل فينيغ إيل فينيغون إيل فينيغون يعني تنخليو في نغاية وتنزدو لا أو إن تي إيل فينيغون ياك. إذا في الصرف ديال دو دوك لي دوزيام جروب في الفيتير سهلة تنزيدوها أ إي أ إس أ ياك هذه بحال بحال أ إل أ إل بحالك إل بلا إس ياك إل و إيل عدا إيل فينيغا إل فينيغا إيل فينيغا. إذا تنزيدو غير أ بالنسبة لإيل و إل وتنزيدو أو إن إس بالنسبة لنو وتنزيدو أو زيد بالنسبة لفو وتنزيدو بالنسبة لفو وتنزيدو أو إن تي بالنسبة إيل أفيك إس و إل أفيك إس ياك سهلة. شتي الفيتير كيفاش داير ولا يعني لو فيرب فينيغ هي أنهى. إذا أنا سوف أنهي أنت سوف تنهي هو هي ولا هو يعني سينهي نحن سننهي أنتم ستنهون ياك أنتم ستنهون هم ولا هن سينهين أو لا سينهون سينهون مثلا عملهم ياك. لاحظ هنا عندنا عاطينك هنا واحد المجموعة ديال الأفعال حنا غنشوفهم تا هما تنتميو لدوزيام جروب ياك. علاش لي حيت تنتميو في الآخر في إي إيغ ياك. جو كولوغي لا تيرمينيزون دو فيتير إي جو سولين لو غاديكال دو فيرب. دابا جو كولوغي يعني غنلون إذا جو كولوغي لا تيرمينيزون تيرمينيزون شنو لا تيرمينيزون هي النهاية هذاك الشيء اللي زدنا الفينيغ دابا فهمتيني ولا لا؟ عرفتي شنو هما لي تيرمينيزون ولا لا؟ شنو هما لي تيرمينيزون؟ تيرمينيزون هو النهاية. لا هي النهاية هذه اللي زدناها هانتي تيرمينيزون هما هادو هانتي ها فينيغ شتي ها زدنا له مع جو هذا فينيغ هو شو فينيغ فين هو ها فينيغ مع تي شو زدنا لي ا اس هذا تيتسمى تيرمينيزون شتي ها ايل ها ال مع ايل و ال شنو هذا فينيغ هو فينيغ حد هنا شنو زدنا له زدنا له ا شتي نو فينيغو ها فينيغ هو حد هنا شتي ها او ان اس زدنا ليه مع ملي تنديرو نو هنا ضروري نزيدو الفعل نزيدو ليه او ان اس هذا تيتسمى تيرمينيزون شتي ولا لا. بالنسبه لفوق فوق هذا هو الفعل هو فينيغ هو حد هنا شتي ها مع فوق تنزيدو او زيد ديما هذه دي معروفه ياك. اذا مع تنزيد دو او زيد هذه او زيد هي تيرمينيزون اي لو ال افيك اس ها فيني غحد هنا ها او ان تي هذا شي تسمى او ان تي او ان تي اش تسمى هذه او ان تي وهذه او زيد هذو اللي زدنا الفيني غاش يتسمى شي تسمى او ان تي تسمى لا تيرمينيزون حيت ملتي تنتهي بهم واخا هذا تيرمينيزون ياك وهذا تيرمينيزون هذا تيرمينيزون هذا تيرمينيزون هذا تيرمينيزون هذا تيرمينيزون وهذا اللي بقى لنا فيني غلي لاصق فيها قبل منا شي تسمى ها هذا اللي بقى لنا فيني شي تسمى تنهضر لك على الفعل ملي تيكون مصرف ماشي في ملي تيكون راجع للانفينيتيف معاه هكا بحال هكا ملي تيكون مصرف تنقولو ال فينيغون عندنا ها الفعل ها هو عندنا هذا فينيغ الاول اللي حطينا وزدنا له او ان تي. اذا هكا ملي تيكونوا ملاصقين مع بعضياتهم هذا تنسميو تيرمينيزون وهذا اللي تيبقى ملاصق معاه في الجهه الاخرى شيتسمى تيتسمى لو غاديكال لو غاديكال هو الاصل فهمتي ولا لا تيتسمى الاصل هذاك فهمتي ولا لا. اذا هذاك الشيء علاش هما هنا قال لك جو كولوري لا تيرمينيزون داك لي تيرمينيزون اللي وريتك دابا دورت عليهم هما الاولا اللي زدنا في الاخر تيتسمى لي تيرمينيزون هذوك قال لك لونهم شوفي قال لك لونهم هذوك لي تيرمينيزون دي فيتير
اجو سولين، جو سولين شنو هي؟ سو الفيرب سوليني، سوليني هي السطارة، جاية من لين، لين لا لين هو السطر، لا لين تيقول لك الأستاذ غوفوني على لين، يعني رجعوا للسطر، إذا لا لين هو هذا، ها هو لين. سوليني يعني سطر، الحمد لله. إذا اش قال لك سطر؟ لو غاديكال، لو غاديكال دو فيرب، هذاك لو غاديكال دو فيرب هو اللي وريتوك دابا، يعني تيجي قبل من تيرمينيزو، يعني الفعل من تتصرفو تيولي مقاسم على جوج، تيولي بلاصة فيها الجهة الأولى هي اللي تيرمينيزو، هذاك لو غاديكال اللي متيتحركش تيبقى هو هو، وعندك لي تيرمينيزو، لي تيرمينيزو هما دوك تنزيدهم من الفيرب باش تنصرفو، واش فهمتي ولا لا؟ أنا نشوف واش فهمتي أنا ولا لا؟ ها أنت، إيل نو هايغا بيرسون، هذا سو الفيرب هايغ ياك، هايغ هي باغادا ياك أو كره شي واحد، إذن هو متي لن يكره أحدا، هو حيت أن هاد الفيرب فيرب كره أو حقد على شخص ما، هي هايغ ياك، هنا كاينه في الفيتير، إذن فين هو الترمينيزون؟ فين هو الترمينيزون؟ الترمينيزون؟ أه، الترمينيزون اللي كاين هنا فين هو؟ وين شنو هو؟ قولي لي شنو هو؟ قولي لي قراي. هاي هاي غرافي على هذا كله، بغيتك توري لي الترمينيزون بعدو، الترمينيزون هو النهاية، إذا شنو هو؟ إي إر أو إي إر أو، هذيك كلها ترمينيزون، يعني الفعل هو ها، هذا هو الفعل ها، أش بوحدة، هذا هو الأصل ديالو، شنو فيرب هذا شنو فيرب؟ هايغي هايغ هايغ هي كريهة ولا حقدة فهمتي؟ دابا هذا هايا بغيتك تقول لي شنو هما لي ترمينيزو، شنو هو الترمينيزو اللي عندو دابا تما في هاد الحالة مع إيل؟ ها هو إيل نو هايغا، ولا نقولو إيل هايغا، حنا حيت كاينة لا نيغاسيون، يعني هو لا يحقد على أحد، لا لن يحق، ها هو أق، إذا الترمينيزو هو أق، إذن هذا الترمينيزون قال لك هو اللي غاد لونو، ها هو جو كولو غير الترمينيزون، لنفرض بأننا غاد لونو أق، واخا، وشنو هو لوغاديكال؟ لوغاديكال جو سولين لوغاديكال، شنو هو لوغاديكال؟ إلا كان أق هو الترمينيزون، الغاديكال شنو غيكون؟ نهاية، لا النهاية هي الترمينيزون، هي تيغميني، تيغميني هي أتم، تيغمينيزون هي النهاية، هي الحمد لله. يعني تيغميني هي انهى، تيغمينيزو هي النهايه، جايه منا الحمد لله. المهم اذا هذا هايغا، ها حنا عرفنا هذا هو الترمينيزو، وفين هو الغاديكال؟ الغاديكال فين هو؟ فين هو الغاديكال؟ الفعل من تيكون مصرف النص ديالو غاديكال والنص ديالو ترمينيزو، وإلا كانت اه هي الترمينيزو هذا راه كله اللي بقى هنا راه كله غاديكال، واش فهمتي ولا فهمتيش؟ هذا من تنشوفوه مصرف بحالك النص ديالو راه غاديكال والنص ديالو ترمينيزو، فهمتي ولا لا؟ حنا غنشوفونا نو شوازيغون ان بيل اندغوا بور كامبي ياك، بور كامبي ياك، اذا نو شوازيسون ان بيل اندغوا بور كامبي ياك، اذا نحن سنختار ان بيل اندغوا، يعني مكان جميل، مكانا جميلا، بور كامبي يعني للتخييم، من أجل التخييم ياك، شنو الفيرب؟ شوازيغون، شوازيغون، شنو الفيرب؟ سو الفيرب شوازيغ، سو الفيرب شوازيغ هي اختار، الاسم هو لوشوا، لوشوا عندها إكس في الآخر، يعني اختيار، فهمتي؟ تقولك تيا لوشوا، يعني أنت لك الاختيار ياك، نو شوازيغون، نو شوازيغون، يعني سنختار، فين هو الترمينيزون؟ ترمينيزون هو اس، ها؟ اس و او ان اس، راح يتعدك نو هنا، هالي زدنا شوازيغ، ها هو شوازيغ، شوفي شوازيغ من كاين، شوازيغ حداش شوازيغ كاين، شوازيغ الفيرب الاصلي حداش؟ حد اي ار، اذا هذا هو الفعل الاصلي كله هذا، وهذا راه زيدنا حنا، راه زدناه كله زدناه هذي، بس صرفناه مع نو، واش فهمتي ولا لا؟ إذا إلا كان هذا أو إن إس هو الترمينيزون، الراديكال فين هو؟ الراديكال فين كاين؟
حداش الراديكال؟ شوي ها؟ شوي ها؟ شوي زيغ شوازيغ كلها شوازيغ تلنا فهمتي؟ تيبقى لنا او ان اس هذيك راه تيرمينيزون اذا الشيء الاخر كله راديكال هنا ال بلونشيغون لوغ ميزون يعني هما ازيم فيرب بلونشيغ كنا شفنا قبل لو فيرب غوجيغ غوجيغ هي حمرة هنا عندنا بلونشيغ بلونشيغ هي بيضة فهمتي ولا لا؟ يعني هما يعني هن يبيضن منزلهن فهمتي؟ لوغ ميزون يعني منزلهن واخا بلونشيغ نو ال بلونشيغ اش من الفيرب هذا؟ سي الفيرب ال بلونشيغ نو بلي ال بلونشيغ راه ال هادي راه مصرفنا مع ال قلنا ال بلونشيغ اذا شنو هو الفيرب الاصلي شنو هو؟ ال بلونشيغ سي الفيرب بلونشيغ اش من ال بلونشيغ؟ ال بلونشيغ اذا فين هو اللي تيرمينيزو شنو ما زدنا تما؟ مع ال ها او ان تي اذا مع ال افيك اس زدنا او ان تي اذا فين هو راديكال راديكال هو بلونش هو بلونشي يعني بحال الفيرب الانفينيتيف ياك حيت حنا في الاصل في الفيتير تنديروا الفيرب الانفينيتيف وتنزيدوا عليه تيرمينيزون يعني تيبقى لنا داك الفيرب الانفينيتيف هو ديما هو الراديكال ياك ولا لا كاين لا بروشين فوا لا بروشين فوا يعني في المره القادمه تنقول بالفرنسية القادمة المرة لا بروشين فوا ياك يعني في المرة القادمة فو غيفليشيغي يعني ستفكرون ياك بيان افون دو ريبوندر ستفكرون جيدا قبل الجواب قبل ان تجيبوا ياك افون دو ريبوندر ياك اذا لا بروشين فوا فو غيفليشيغي اش من الفيرب هذا سي الفيرب غيفليشيغ سي الفيرب غيفليشيغ شنو هو الفيرب غيفليشيغ الفيرب غيفليشيغ هو فكر اذا انتم ماذا تفكرون انتم ستفكرون راه في الفتير هذه اذا فين هو الترمينيزون ترمينيزون زيت زيت وفينا هو الغاديكال غيفليشيغ اذا غيفليشيغ الفيرب ككل انفينيتيف تيتسمى غاديكال غاديكال ديما ديري في بالك شنو هو الغاديكال شنو هو الغاديكال شنو نقصدو به غاديكال ها غيفليشيغ ها شنو تنقصدو به شنو معنيتو الغاديكال غاديكال هو شنو هو؟ ها؟ هو الأصل الأصل حيت الفيرب الأصل ديالو هو هذا ملي غنبداو نصرفو فيه داك الأصل غيبقى ثابت غيبقى يتبدلو عليه ترمينيزون فهمتي ولا لا؟ فهمتي ولا تنقولو جو غيفليشيغي تي غيفليشيغا إل غيفليشيغا نو غيفليشيغون فو غيفليشيغي بحال اللي هنا ها؟ إل غيفليشيغون فهمتي ولا لا؟ يعني ديك غيفليشيغ تبقى ديما ثابته اذا ماشي تسمى هذاك هذاك راه الاصل هذاك الاصل تبقى ثابت ولكن لي تيرمينيزو تيتغيروا فهمتي اذا غنجيو لهذه جاجيغي جاجيغي اش من الفيرب هذا جاجيغ ايوا من هنا خاصك تقلعيها حيت زيدنا على التيرمينيزونا جاجيغ اش من الفيرب هذا اش من الفيرب سلام ها جاجيغ ها سي الفيرب بين اجير اجير ما خاصكش تزيد ديال جي هاد الجو ما خاصكش تزيد ديال فهمتي لا ما تقولش يا جاجير الجي الا قلتي جي راه خاصك تتصرف فيها بالك حيت هاد راه تيتبدل مع الترمينيزو مي تنقولو ال راه تتبدل هادي تنقولو نو ها لي ترمينيزو اللي زدنا اي لا لي ترمينيزو زدنا ا اذا ما تقولش ليا جو دير ليا جو وتخلي ليا اجير في الانفينيتيف ما يمكنش إذا تقول يس الفيرب أجيغ إذا هذا الفيرب أجيغ المقصود ديالها شنو هي أجيغ هي أنك تقوم بواحد الحركة أو بواحد ردة فعل
ياك او تتبادر لواحد الفعل تتسمى اجير فهمتي ولا لا هذه تتسمى اجير شنو هي اجير جاجيري توجور افيك بريدونس يعني انني سوف لا ساتصرف دائما افيك بريدونس يعني بحذر عندي هذه بريدونس هو الحذر ياك تيقول لك بروني فوتر بريدونس ياك فيت فوتر بريدونس ولا فيت بريدونس ياك ولا تيقول لك فو دوفي اتر بريدون يعني عليك ان تكون حذره ياك اذا جاجيري توجور افيك بريدونس اذا هذا جاجيري فين هو لي تيرمينيزون جاجيري تيرمينيزون فين هو اي وفين هو الغاديكال اجير هنا عندنا تي فينيغا باغ سافوار لا فيغيتي يعني انت ستنتهي بمعرفة الحقيقة فهمتي يعني انك في نهايتك ستعرف الحقيقة تي فينيغا يعني انت ستنتهي باغ سافوار سلفرب سافوار هي عربة يعني بمعرفة لا فيغيتي هي الحقيقة بمعرفة الحقيقة اذا هذا السلفرب سلفرب فينيغ اذا اس اش تسمى اس اش تسمى اس وفينيغ اش تسمى فينيغ اش تسمى هو النص يتسمى تيرمينيز وهاد النص الاخر اش يتسمى اللي ما تتغيرش ايش تجيتك من جهه اخرى تتسمى شوف هنا راديكال تتسمى لو راديكال شنو هو لو راديكال راديكال هو ديك اصل هو الاصل هو الاصل اللي ما تتغيرش حيت هذا الفعل هذا اللي بغينا نصرفوه من الاول حتى الاخر غنقولوا جو فينيغا جو فينيغي تو فينيغا il finira nous finirons vous finirez ils finiront فهمتي بقى لي حاجه وحده بالنسبه لهاد الافعال اللي كنا دوزنا كلهم عندهم اي ار ولكن هما راه اختاروهم وعرفوهم بان دوزيام جروب علاش شنو هو الشرط الثاني بحال دابا venir راه عنده توا اي ار venir واش عنده اي ار ولا لا دابا لا خدينا فونيغ ياك هيا فونيغ فونيغ عندو اي ار ولا ما عندوش في الاخر عندو اش غنقولو عليه تا هو دوزيام جروب ها ولكن غيجي الشرط الثاني هو اللي غادي يلغيه الا شفناه في الاول غنقولو هذا راه دوزيام جروب ولكن واحد الشرط الثاني هو اللي ما غاديش يخلي يدوز لدوزيام جروب وبالتالي غيمشي للتروازيام جروب اشنو هو الشرط الثاني هو نقول بحال دابا هنا ملي تنبداو نصرفوا ف ماشي في المستقبل غنصرفوا في البريزون فهمتي اش نقولوا تنقولوا نو هايسون يعني نحن نحقدوا فهمتي اش تنسمعوا تنقولوش نو هايون تنقولوا نو هايسون فهمتي هنا شوازيغ اش نقولوا ما نقولوش نو شوازيون لا تنقولو نو شوازي سون تتسمعي شنو تتسمعي سون تنعرفو راه دوزيام جروب تنجيو هنا نو بلونشي سون فهمتي المهم عندك نو او فو وعندك اون هادو تيعطيونا الحقيقه الثانيه ديال هاد الفيرب فهمتي ولا لا بحال دابا تنقولو اون بلونشيسون فهمتي ولا لا بحال دابا تنقولو هذا الفيرب هذا مثلا الفيرب بلونشيغ ياك اش نقولو اما تنقولو اون بلونشيسون ياك ا ام تي نقولو نو بلون
شي سون ياك انقولو فو بلونشي سي ياك اذا تلاحظوا ديما لي سي سي سون ياك هادي سون هاي شتي كي جينا للفيرب فينيغ اللي جبتو لك في الاخر اش غنقولوا نو نو فيني سون تنقولوا نو فونون نو فونون اون فونون فو فيني فهمتي لا وسمعتي شي سون ولا سي ولا سون لا كيناش اذا اش يتسمى ذاك فينيغ اللي ما فيش هذه السونس والسي وفيه سون شي تسمى تسمى فيرب دي دي تروازيام جروب هادو كلهم الى صرفناهم في البريزون في نو و فو و في هذيك ولا درنا مورا قول من هذاك لو جيرون دي فو او ان غيعطيونا ديك القضيه ديال سون سون سي فهمتي واش فهمتي لا اذا هذا هو اللي يخلينا نميزو الفعل اللي عندهم اي ار واش بصح دوزيام جروب ولا عندهم اي ار وماشي دوزيام جروب فهمتي ولا لا وهادو اللي هنا بطبيعة الحال راه كلهم إلا صرفناهم في البريزون عاد نو وعاد فو غنسمعو ديك سون سي ياك بحال دابا هنا بحال دابا غيفليشي سي بحال دابا الأستاذ اللي قال لي بغا يقول لكم فكروا واش غيقول لكم ما يقول لكمش فو غيفليشي تيقول لكم فو غيفليشي سي علاش حيت بصح هذا ديال دوزيام جروب فهمتي ولا لا هنا بحال دابا جاجي غي هادي في الفيتير ولكن في البريزون اش غنقولو نو زاجي سون تنقولو نو زاجي سون فو زاجي سي ولا بغينا نديرو مورا داك لو جيغوندي فاش غنقولو اون اجي سون فهمتي اذا هادو تيبينو لينا بان هاد الفيرب راه بصح ديال دوزيام جروب بحال دابا هنا فينيغ فينيغ هي فينيسي فو نو فينيسون فو فينيسي ولا بغينا نديرو مورا لو جيغوندي تنقولو نو تنقولو اون فينيسون ياك